الصالون الوطني الأول للأجهزة الاصطناعية الخاصة بالمعاقين كان فرصة لعرض آخر الأعضاء والملحقات الاصطناعية التي ينتجها الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها. لازم الاستثمار بشري. كيقول استثمار بشري معناتها لازم انفورماسيون. هذيك لا فورماسيون لازم تكون انفورماسيون دو كاليتي، سي سكو نو طران دو فير اكتويلمون. هذا واش رانا نديرو دركا، رانا نديرو انفورماسيون دو كاليتي باسكو كاين الناس متخصصين في القياس، كاين الناس متخصصين في لا فابريكاسيون في تركيب التصنيع داخل لي زاتولي تاعنا. لازم نربطوا بين هذاك اللي يشد القيس وبين هذاك اللي فابريكي. العدد القليل للتقنيين المتحكمين في التجهيزات الحديثة وطول فترة انتظار الحصول على اللواحق ومشاكل أخرى تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في المسار الذي يضمن لهم الحق في الحصول على الأعضاء الاصطناعية وملحقاتها. احنا هو المعاق يعدي على يروح على ثلاث او اربع مصالح، طبيب اوناف ومن بعد يستنى الدوفي ومن بعد يستنى الجي ومن بعد يروح يقيس ومن بعد، يعني احنا ماذا بنا يسهلوا الاجراءات عوض لاجراء يحكم ثلاث شهور يولي الاجراء يولي في 15 يوم، لانه المعاق بدون هذه التجهيزات لا يستطيع العيش يعيش الحياه نتاعو. الان رانا واصلين مستوى شبه مرضي الحمد لله، لكن تبقى الحكايه ويؤرق الشخص ذو الاعاقه في شروط الاستفاده، وهذه اللي هي تخرج من صلاحيه المؤسسه، تخرج من صلاحيه الديوان، يتحكم فيها صندوق الضمان الاجتماعي. يعني واللي هي كامل مسؤوله عليهم وزاره العمل والتشغيل، اللي نتمناو انها تنحي لنا هذا الشرط نتاع لازم يكون خدام ولا يقرا باش يستفاد من كرسي كهربائي ولا دراجه ناريه. أمل الأشخاص ذوي الإعاقة يكمن في تسهيل الإجراءات المتعلقة باستفادتهم من التجهيزات التي تعتبر المحرك الذي يضمن لهم الاندماج في وسط اجتماعي تغيب فيه العديد من المرافق الضرورية لهذه الفئة.